بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 55. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فما كان من زي اليهود الذي لم يكن عليه المسلمون، إما أن يكون مما يعذبون عليه أو مظنة ذلك، أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه، لا سيما إذا لم يتميز ما هو الذي عذب عليه من غيره، فإنه يكون قد اشتبه المحذور بغيره فيترك الجميع، كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه ترك الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن الشيخ رحمه الله تعرض للدخول على ديار المعذبين أو في ديار المعذبين إلا ممن كان باكيا أن يصيبه مثل ما أصابه، وكذلك سبق أنه قال: وحتى لو لم يثبت أن هذا مما يعذبون به فإنه يترك من باب سد الوسائل المفضية إلى التشبه بهم فيما يعذبون به. وقاعدة سد الذرائع معروفة في الشريعة الإسلامية، وعليها أدلة سبق أن الشيخ رحمه الله ذكر أمثلة كثيرة منها. فعلى كل حال، ما عليه الكفار لا خير فيه مما هو خاص بهم، أما الأمور المشتركة والمنافع العامة والمصالح العامة فهذه الأخذ بها ليس من التشبه بهم، وإنما هو من الأخذ بالشيء النافع الذي أصله للمسلمين. لكن المسلمين قصروا في العمل له وطلبه، وهؤلاء جدوا وحصلوه، ليس هذا من باب التشبه بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أيضا ما روى نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما، فإن لم يكن إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. نعم، وهذا من الأدلة على منع التشبه باليهود، وهو اللباس في الصلاة. فإذا كان الإنسان عنده ثوبان، يعني قطعتان من القماش، فإنه يجعل قطعة إزارا وقطعة رداء، بحيث يستر جسمه بذلك. أما إذا لم يكن إلا ثوب واحد، يعني قطعة واحدة، فإنه يتزر بها، فإنه يتزر بها كما في الحديث. وإذا كان الثوب قطعة واحدة كبيرة تضفي على جسمه من أعلاه إلى أسفله، فإنه يلتحف بها على جميع جسمه، ولكن لا يكون التحافه بها على صفة ما يفعله اليهود خشية
خشية أمرين: التشبه بهم وخشية انكشاف العورة. عورته، فليوثق الثوب بحيث أنه لا ينكشف شيء من عورته. ولعل هذا هو اشتمال الصم، ومعناه أن يلبس الثوب الواحد على جسمه ليس عليه غيره، ولا يدخل يديه في أكمامه، ولا يدخل يديه في أكمامه. نعم. قال: وهذا المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جابر وغيره أنه أمر في الثوب الضيق بالاتزار دون الاشتمال. نعم، الثوب الواحد الذي هو قطعة واحدة حتى ولو كان كبيرا يضفي على الجسم فإنه يتزر به ولا يلتحف به، لأنه يبقى مفتوحا، إذا التحف به يبقى مفتوحا من الأمام، ربما تظهر عورته. نعم. قال: وهو قول جمهور أهل العلم، وفي مذهب أحمد قولان. نعم. إذا كان شيخ مثل هذا يعني المعنى صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الحاجة لتأييد ذلك بأن قول جمهور أهل العلم فضلا عن أن يكون في المذهب قولان؟ في صفة اللباس هذا، إذا كان قطعة واحدة كبيرة تضفي على جسمه، فبعض العلماء يقول يلتحف بها على جميع بدنه، والإمام أحمد عنه قولان: قول كقول الجمهور أنه يلتحف به، وقول إنه يتزر به كما جاء في الرواية: وإذا كان الثوب واحدا فاتزر به. نعم. قال: وإنما الغرض أنه قال: ولا يشتمل اشتمال اليهود، فإن إضافة المنهي عنه إلى اليهود دليل على أن لهذه الإضافة تأثيرا في النهي كما تقدم التنبيه عليه. نعم، فيكون الاشتمال بالثوب الكبير فيه علتان كما سبق: علة أنه قد تنكشف عورته. نعم. وعلة الثانية وهي أهم: التشبه باليهود، لأنهم يشتملون بالثياب في عباداتهم دون التحرز من انكشاف العورة. نعم. قال: وأيضا فمما نهانا الله سبحانه فيه عن مشابهة أهل الكتاب، وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب، قوله سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب، نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلوب، في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. نعم، هذه الآية من سورة الحديد: ألم يأني للذين آمنوا، أي ألم يحن لأهل الإيمان من المسلمين، ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، يعني للقرآن الكريم، لأن القرآن يلين القلوب كما قال سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ومن وسائل الخشوع عند تلاوة القرآن تدبره لا إمراره على اللسان دون أن تدبر في معانيه ومقاصده. ولهذا قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فمن أسباب الخشوع تدبر القرآن، كذلك من أسباب الخشوع أن تكون التلاوة في حالة ليس فيها مشوشات بالأصوات أو في شواغل، يقرأ القرآن في حالة يطمئن فيها
تحضر حواسه فيه. ولذلك جاء أن القيام في آخر الليل أفضل من القيام في أوله قبل النوم. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. والناشئة هي القيام بعد النوم من أجل أن يحضر القلب وأن يتواطأ مع اللسان، يعني يتوافق مع اللسان في تدبر القرآن. فمطلوب منا الخشوع عند تلاوة القرآن، وأن لا نقرأ القرآن ونحن غافلون أو نضحك أو نمازح أو غير ذلك، أو نسمع القرآن يتلى وننشغل عنه. قال تعالى: يا أيها الذين، وقال سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ونهى الله عن التشبه باليهود مع كتابه، فإن الله جل وعلا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، فيهما الموعظة وفيهما التذكير، ولكن لا يتدبرون التوراة والإنجيل، فلذلك قست قلوبهم. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب يعني التوراة والإنجيل من قبل، فقست قلوبهم بسبب إعراضهم عن كتابهم وعدم تدبره وعدم التفقه والتفقه في معانيه وطلب تفسيره على الوجه الصحيح. فالإعراض عن تدبر القرآن يسبب قسوة القلوب، كما قال ابن القيم رحمه الله: تدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فالله جل وعلا أمر هذه الأمة أن تخشع قلوبهم لذكر الله، واستبطأ عدم خشوعهم لذكر الله، ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب من قبلهم مع كتبهم، حيث إنهم أعرضوا عنها فقست قلوبهم. فالإعراض عن كتاب الله وعدم تدبره يسبب قسوة القلب، والإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا هذا مما يلين القلب. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فقوله ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة القلوب. نعم، فقوله لا يكون كالذين أوتوا الكتاب، هذا نهي عن التشبه بهم مطلقا في كل ما هو من خصائصهم، ثم خصص ونص على شيء واحد وهو قسوة القلوب مع كتاب الله عز وجل، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، طال عليهم الأمد والغفلة وتطاول الزمان حتى انشغلوا عن كتاب الله فحصل لهم ما حصل. فهو ينهى عن هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك مع القرآن، وأن تتعاهد القرآن ويكون اتصالها به مستمرا وارتباطها به دائما، حتى لا يكونوا كهؤلاء الذين أعرضوا عن كتابهم فقست قلوبهم. إذن فلين القلوب مربوط بالإقبال على القرآن، وقسوة القلوب مربوطة بالبطء عن تلاوة القرآن أو الإعراض عنه والانشغال بغيره. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. في الآية التي
تلوتها. نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذا أيضا من صفات اليهود، أنهم عندما يعاينون المعجزات والآيات الباهرة أنهم لا يتأثرون بها ولا تلين قلوبهم. ومن ذلك المعجزة التي جرت على يد موسى عليه السلام لما قتل قتيل في بني إسرائيل ولم يعلم من قتله، فإن الله أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه ببعضها بجزء من البقرة، فلما نفذوا بعد التباطؤ والتلكؤ لما نفذوا وما كادوا يفعلون وضربوه بجزء منها أحياه الله وقال فلان هو الذي قتلني، وكان رجلا من أقاربه ومن بني عمه قتله من أجل أن يأخذ ماله وأن يرثه، استبطأ موته ليرث ماله فقتله، تعجل موته فحصل منه ما حصل. هم شاهدوا هذا وشاهدوا الآية العجيبة وإحياء الميت وإخباره، ومع هذا لم يتأثروا بهذه الآية، ولهذا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة. ثم ذكر أن الحجارة منها ما يلين لخشية الله، ومنها ما يتشقق فيخرج منه الماء، ومنها ما يهبط من خشية الله، كما قال تعالى في الآية الأخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فالحجارة تدرك، عندها إدراك بخالقها وتخاف من الله عز وجل وتلين لذكر الله عز وجل. والله ذكر لنا أن الجبال يسبحن مع داود الله أكبر ويرددن تسبيحه ودعاءه، فالجبال والجمادات عندها إدراك، خلق الله فيها إدراكا يناسبها، فهي تخشع من ذكر الله ومن القرآن، لكن قلب ابن آدم الغالب أنه لا يخشع. وهذا من العجائب أن قطعة لحم أشد من الحجارة الصلبة. نعم. أحسن الله إليكم. والشاهد من هذا كما سبق أن الله نهانا أن نعرض عن كتابنا فتقسو قلوبنا كما أعرض بنو إسرائيل عن كتابهم فقست قلوبهم. فهذا فيه منع التشبه، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. وفيه وجوب التأثر بآيات الله عند مشاهدتها أو عند تلاوتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى قوله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نعم. بعده قال رحمه الله إن قوما من هذه الأمة ممن ينسب إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. نعم. وهذه الآيات العظيمة التي قصها الله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل وموقفهم من المواعظ والذكر، وأنهم يقابلون ذلك بالإعراض،
وعدم الالتفات. فالله حذر هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، أخذ عليهم العهد، وبعثنا منهم 12 نقيبا، والنقباء هم الرؤساء والزعماء، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جعل النقباء من الأنصار على قومهم. وقال الله إني معكم، هذه معية خاصة، معية خاصة، لأن المعية على قسمين: معية عامة لجميع الخلق بمعنى الإحاطة والعلم، ومعية خاصة بالمؤمنين وهي معية النصر والتأييد. إني معكم أي معية خاصة، وإلا فهو مع جميع الناس بالمعية العامة، لكن بشرط، هذه المعية الخاصة بشرط: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم. هذه نتيجة العهد، أنهم إذا وفوا فإن الله يكفر عنهم سيئاتهم، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا وفوا بعهد الله كما قال تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وإياي فاتقون وإياي فارهبون. نعم، لئن أقمتم الصلاة، هم ضيعوا الصلاة في الغالب، وآتيتم الزكاة، أيضا ضيعوا في الغالب، ضيعوا الزكاة. الصلاة والزكاة أختان لا ينفصل أحدهما عن الآخر. وآمنتم برسلي، لجميع الرسل، هم كفروا ببعض الرسل، كفروا بعيسى، اليهود كفروا بعيسى وبمحمد صلى الله عليه وسلم، والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. فإن الله جل وعلا أمر بالإيمان بجميع الرسل وبجميع الكتب. وعزرتموهم أي وقرتموهم واحترمتموهم، لأن حق الرسول التعظيم والتوقير والاحترام من غير غلو، وإنما التعزير اللائق والاحترام اللائق من غير غلو، كغلو النصارى في المسيح أو غلو القبوريين من هذه الأمة في الرسول صلى الله عليه وسلم وعبادته من دون الله عز وجل، فهو تعزير معتدل ليس فيه إفراط ولا تفريط. وهذا من حق الرسل علينا، لا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نعزره أن نحترمه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وفي الآية الأخرى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه اتبعوا النور الذي أنزل معه. التعزير يطلق على معنيين متضادين، يطلق التعزير ويراد به التوقير والإكرام وهو المراد هنا، ويطلق ويراد به التأديب، التأديب على المعاصي التي ليس فيها حد ولا كفارة، الذي يؤدب، يعزر يعني يؤدب، يعقب، يعزر يعني يؤدب. وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا، يعني من الأموال، تدفع المال في طاعة الله وفي سبيل الله كأنك تقرض الله عز وجل، لأن الله يرده عليك مضاعفا، أضعافا كثيرة، وهو ليس بحاجة إلى القرض، وإنما أنت المحتاج إلى هذا القرض، أن تقدمه لله فيعوضك الله خيرا منه، فأنت المحتاج إلى هذا القرض، أما الله فإنه غني عن خلقه، فأنت إنما تقرض نفسك في الحقيقة، لكن لما كان لوجه الله ولطلب الثواب من الله كأنك أقرضته الله، لأنك أطعت الله
عز وجل وامتثلت أمره. ولهذا قال قرضا حسنا، وصفه بالحسن الذي لا منة فيه. أما القرض الذي معه منة فهذا باطل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وكذلك القرض الذي بين الناس فيه ربا، هذا ليس قرضا حسنا، هذا قرض ربوي. وجاء في الحديث وأجمع أهل العلم على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. أقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن، هذا الثواب والجزاء، لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن كفر بعد ذلك نعم منكم فقد ضل سواء السبيل. فمن كفر بعد ذلك، بعدها أخذ هذا الميثاق ونقض هذا الميثاق، فقد ضل، يعني ضاع عن الطريق الصحيح، ضاع عن الطريق الصحيح وطريق الهداية. سواء السبيل يعني السبيل المستوي المعتدل، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما. فسواء السبيل هو السبيل السوي وهو المعتدل الدال على الله سبحانه وتعالى. ثم قال فبما نقضهم ميثاقهم، يعني لم يفوا بهذا الميثاق ولم يقوموا بهذه الأعمال، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني طردناهم وأبعدناهم عن رحمة الله عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسية. هذا مثل الآية التي قبلها في سورة الحديد، فقست قلوبهم بسبب نقضهم الميثاق، بسبب نقضهم الميثاق الذي بينهم وبين الله عز وجل، عاقبهم الله فجعل القسوة في قلوبهم. وهذا يدل على أن المعاصي تؤثر في القلوب، نعم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نعم أحسن الله إليكم. فالله نهى هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك، وأمرها أن تفي بعهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم، وأن يفوا بالعهود التي بينهم وبين الناس، ولا يغدروا ولا يخونوا فيها. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم. شرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا، وجزاكم خيرا على حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.